السلام عليكم، جمعة مباركة. اليوم كان عندي لقاء مع السيد السفير ديال المملكة المغربية بمدريد، وكنشكروا على حسن الاستقبال وعلى المدة الطويلة اللي فوتنا معاه وهضرنا وبزاف ديال الأمور. المشكل اللي كاين هو أن التقارير ولا المعلومات كنظن على حسب العلم ديالي أنها مغلوطة، بحكم أن المشاكل كاينة كثيرة في مورسيا ولا على حسب القنصليه. بالنسبه للمساله ديال القنصليه، السيد القنصل راه وضح بان هذه المساله ماشي بالنسبه ليه هو، هما كيديروا اكثر من جهد ديالهم. مساله متعلقه بالحكومه هي اللي ما وفرش هذاك سميتو الاعتمادات الماليه باش يتفتح قنصليه في مورسيا، وكنطلب يعني من جميع الناس يعني باش يبينوا بان راه عندنا واحد الخصص كبير وضروره باش تفتح لنا قنصليه بمورسيا. هذه المساله الاولى. بالنسبه للمساله الثانيه هو ان سيد السفير على حسب يعني ما فهمت انايا، ونتمنى نكون انا خاطئ، ان المشاكل ديال الجاليه المغربيه في مورسيا ما كايناش تقريبا، ولا كاين حالات نادره، مع العلم انني ملي كننتقل يعني بشكل يومي وكنشوفوا المشاكل اللي كاينه تما، ويعني العديد من الحالات ديال سحب البطائق للاقامه ولا العراقيل ولا حتى التعنيف اللي كاين حالات كثيره. يعني بالنسبه للسيد السفير قال لك ربما كاينين حالات يعني نادره. حنا انا شخصيا راني كنشوف انا تقريبا كاينين بزاف ديال الامور. بالنسبه للمغاربه كاملين راني كنقولها وكنأكد، بالنسبه للمغاربه كاملين ملي كنهضر معهم وكنشوفهم راهم كيتشكاو بزاف، ولكني على حسب ما شفت ولمست عند السيد السفير ان كيقول بان يعني ما كاينش مشاكل، كلشي مزيان، يعني الوضع يعني ماشي مقلق. اللي بغيت واحد النداء ديالي الناس ديال اللي مقيمين في المنطقه بين أليكانتي حتى الالميريا، انهم يبينوا بان فعلا راه كاينين هذا الشيء، وان الناس اللي داروا التقارير ورفعوا التقارير للسيد سافر راها تقريبا فيها شويه من الغموض وشويه من اللبس. والمساله اخرى كنقولها وكنأكدها، انا نبيل بودره مغربي وكنفتخر بالمغربيه ديالي ومسلم وكنتشبت بالدين ديالي وما غاديش نبدلو مهما كان. وسيدنا الله ينصرو كان بايعوه دائما وماشي ضده، بالعكس حنا كنفتخروا بواحد الملك يعني الحمد لله اللي كلشي كيشكروا، يعني ماشي غير المغاربه حتى الاجانب. حاجه وحده اللي كنقولوا راه كاينين مجموعه ديال المغاربه اللي خارجين يعني خرجوا ولا غادروا ولا هاجروا برا، ماشي بمحض اراده ديالهم ولا هما تحت يعني اكراه الضغوطات. ورحنا ما كرهناش، حنا ما كرهناش نكونوا عايشين في بلادنا كيف ما بغات تكون، واخا حنا عايشين هنايا في واحد الوضعيه مزيانه ما خصنا حتى شي حاجه، ولكن لا غالب راه هكاك. وحاجه اخرى، راه كاينين مجموعه ديال المغاربه حول العالم لي ناس يقدوا يعاونوا ويدعموا البلاد ديالهم، ولكن ما لقاوش الظروف متواتيه. ما كنهضروش على المسائل الماديه، ما لقيناش غير اللي فهمنا واللي كيحاولوا جهات مانيش عارف بالضبط هي إيه، كيحاولوا يغلطوا ولا يشوهوا ولا انهم كيديروا شي عراقيل باش هاد الناس ما يرجعوش للبلاد ديالهم. حنا مغاربه وكنفتخروا بالمغربيه ديالنا، وانا شخصيا هنايا في اسبانيا ماشي كنفتخر بانني مقيم هنا باسبانيا. علاش؟ لان هاد البلد وفر لي بزاف ديال الحوايج، يعني ان المغرب واسبانيا بحكم ديال الاب والام، لان اسبانيا هنايا يعني ما ننكروش الجميل ديالها، ان وقفت معنا بزاف ديال الحوايج وفرتنا بزاف ديال الحوايج، يعني كنخافوا عليها كما كنخافوا على البلاد ديالنا، ولكن هذا ما كيمنعش انني مثلا غادي نهدوا لا السلامه ديال البلاد ديالنا ولا السلامه ديال هنا ديال اسبانيا. يعني باش ما نقولوش ناكر الجميل، والبلاد والمغرب ديالنا راه غادي يبقى لنا يعني في القلب ماضي تاع واحد اللي خرجوا، والولاد ديالنا حتى هما طالعين على المغربيه ديالهم. وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو انه يلتفت لهاد الجاليه المقيمه في اسبانيا، راه كاين بزاف ديال المشاكل. ولو ان سيد السافر هاد النهار يعني مانيش عارف ما حاولش يتفاهم معايا في شي امور، ربما عنده الصح لان كاينين مسائل قانونيه يعني ما غاديش يقدر يدخل فيها ولا غيرها، ولكن كاينين يعني ضرورات باش ان هاد الحوايج خصهم ما يبقاوش، لان راه كاينين بزاف ديال الامور. نتمنوا ان مسؤولين في القنصلية في السفاره ولا حتى في القنصليه انهم يحاولوا يرفعوا يعني تقارير وتفاصيل يعني بالضبط الحاله اللي راه كاينه هنا في اسبانيا،
وبالضبط في جنوب الشرق اللي انا كتكاثر فيها بزاف ديال الحوايج، مع العلم ان كاينين حالات كتتكرر في اسبانيا كامله وكاع في الدول ديال في كاينين المهاجرين ماشي غير هنايا. ونتمنوا ان ماشي الناس يفهمونا بواحد الطريقه اخرى، يعني اننا كنبغيو نديروا البلبله، بالعكس حنا كنبغيو نبينوا شي امور باش تعالج، باش الوضعيه ديال المغاربه هنا في اسبانيا ولا في العالم كامل تكون قويه، باش حنا يحترمونا كما كيحترموا جاليات اخرى. هذه حاجه. اما بالنسبه لي انا شخصيا راه كاين بزاف ديال الناس كيسولوني كيقول لك انت يا الصفه ديالك شنو هي. الصفه ديالي انني عندي الغيره على البلاد ديالي، هذه حاجه الاولى. الحاجه الجوجه وكنأكدها، راني باقي عند مختاري، والتخصص ديالي الامن والدفاع، والحمد لله راه كاين مجموعه ديال المشاريع. ونتحدى اي واحد الا بغى يعرف كاينين امور اللي خارجه بالاسم ديالي من نهار اللي كنت في فرنسا ولا امور يعني خرجت وتحققت على ارض الواقع. المشكل هو ان يعني في واحد الوقيته كنت كنتمنى انها تحقق في البلاد ديالي ونستافد منها انا يا شخصيا، ما وقعش. وهذا الشيء يعني ان جهات كانت كتبان لها بان نبيل بودرح الا بقى في المغرب كيشكل يعني خطوره على بعض الاسماء والشخصيات. الحمد لله حنا خرجنا خلينا لهم يعني المجال فارغ، ماشي لان انا ضعف مني ولا على اساس انني باش نبعدوا علينا الصدع. الحمد لله انا كنفتخر بالمغربيه ديالي، وانا مازال عاد عندي الجهد باش ندير مازال ديال المشاريع، وراني كنخدم بزاف ديال الامور. ولو ان الناس كيسحبوا راه هادشي راه صافي توقف، راه ما توقفش، راه كاينين امور. ونتمنى ان شاء الله كنبغي هادشي كلشي يكون يتحقق في البلاد ديالي، وتكون البلاد ديالي هي اللي عندها الحقيه بهادشي اللي كندير، ماشي ان حتى لواحد الوقت غادي يقول لك لا انت راه كتشي فوتو الجهات اخرين وكتعامل مع جهات اخرين. بالعكس انا عمري ولا فضلت نفضل بلادي ولا بلدان اخرى على بلادي، دائما بلادي هي الاولى، كما عائلتي كما ديني كما كلش. ونتمنوا من الجميع انهم يفهموا هادشي. واخر نداء الناس ديال الجهه ديال مورسيا، راه خاصكم تبينوا حقيقه ديال المشاكل اللي كتعيشوا فيها، لحقاش راه كاينين معلومات مغلوطه على ان اساس ان هاد الناس راه ما عندهم حتى شي مشاكل. وهداك الشيء علاش راه تاجلت يعني فتح ديال القنصليه ديال في مورسيا، وزياده على ذلك ان بعض المشاكل راه كانت بسيطه وكانت حالات، دابا راه ولات يعني معممه. نتمنوا من الناس ديال مورسيا ولا الناس ديال اليكانتي ولا الناس ديال الميريا انهم يهدروا على حقهم، باش المسؤولين يعرفوا بان راه ماشي غير حالات، باش يعالجوها ويكون يعني كل واحد كل مغربي هنايا يعني عنده كلش، ما خاصه حتى شي حاجه. تحياتي للجميع وشكرا لكم.